المشروع القومي حياة كريمة بيغير من وجه الحياة في مصر، ويمكن احنا بنشوف تكامل الأدوار والتنسيق بين عمل كل الهيئات لتطوير الريف المصري وتوفير حياة كريمة لكل المصريين. ضيفي في الأستوديو الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون المجتمع المدني. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك كافة المشاهدين. حياة كريمة من المشاريع القومية اللي هي مشروع القرن زي ما بنقول، بنغير حياة تقريبا 60 مليون مواطن مصري موجودين في القرى والأرياف والنجوع اللي كانت مهملة على مدار سنوات طويلة جدا. دور الوزارة هنا في حياة كريمة؟ طبعا المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة السيد الرئيس أطلقه في شهر يوليو الماضي، بيمثل نقلة نوعية في تطوير المواطن المصري وتطوير حياة المواطن المصري. وزارة التضامن الاجتماعي من الوزارات المعنية بالهدف العام الخاص بها تعزيز التنمية المجتمعية أو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بهدف تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة في الريف المصري. ده المحور العام اللي احنا بنتعامل معاه كوزارة التضامن الاجتماعي. المحور ده طبعا بينبثق منه خمس تدخلات رئيسية. التدخل الرئيسي اللي تم بالفعل اللي هو حصر الأسر المستحقة لسكن كريم. سكن كريم ده المبادرة المتعلقة بإعادة بناء وتأهيل المنازل للأسر الفقيرة في القرى المستهدفة. لما نتكلم في المرحلة الأولى عندنا 52 مركز مستهدف على مستوى 20 محافظة، بيضموا 1413 قرية. تم حصر الأسر أو المنازل المستهدفة للأسر الفقيرة حوالي 120 ألف منزل وفق معايير تم الاتفاق عليها ما بين وزارة التضامن ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة. تم تشكيل فريق عمل من الباحثين مع المسؤول وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة، وتم اختيار الأسر وفق معايير وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي. المرحلة اللي تمت بالفعل بدأت وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت في التنفيذ الفعلي لتطوير المنازل اللي تم اختيارها في القرى المستهدفة. طب احنا كده اتكلمنا عن اول مرحلة اللي هي حصر الأسر المستحقة، طب المراحل التالية ايه؟ احنا بنشتغل بكل المراحل على التوازي، لان طبعا احنا عندنا مدة خمس تدخلات وزارة التضامن بتقوم بيهم، كلهم شغالين على في بنفس التوازي. غير حصر الأسرة عندنا محور رئيسي اللي هو خاص بتطوير او تنمية الأسرة والطفولة. المحور ده طبعا هو معني بنشاط وزارة التضامن الاجتماعي اللي هو الخاص بإنشاء وتطوير الحضانات من سن الزيرو حتى 4 سنوات، فصول المدارس المجتمعية، إنشاء فصول محو الأمية، برامج تنظيم الأسرة وتوعية برامج تنظيم الأسرة، مكاتب الاستشارات الأسرية اللي بتخدم الأسر في كافة القرى المستهدفة. ده محور. المحور الآخر هو محور التمكين الاقتصادي. وزارة معنية بمحور التمكين الاقتصادي فيما يخص إنشاء وحدات وسلاسل قيمة ومشروعات إنتاجية حيوانية وزراعية، طبعا بحكم طبيعة القرى المستهدفة كلها قرى ريفية، فبالتالي كل المشروعات اللي احنا بنستهدفها في القرى للأسر الفقيرة مشروعات تمكين اقتصادي تتعلق بخدمات زراعية وخدمات حيوانية. كذلك في تطوير مراكز الأسر المنتجة اللي تابعة للجمعيات الأسر المنتجة اللي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ودي أحد المشروعات المسندة من وزارة التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية بهدف تكون مراكز تدريب وتدريب مهني للأسر اللي في سن العمل تأهلهم لسوق العمل. ده في محور التمكين الاقتصادي طبعا، وهنا برضو المراه المعيله بكل كمان. تاكيد ده المراه هي المستفيده الاولى من برامجنا كوزاره التضامن الاجتماعي، سواء تمكين اقتصادي، سواء توعيه، سواء الحصر الاسر الفقيره، سواء برامج الاسره والطفوله. عندنا طبعا محور رئيسي اخر هو محور الاعاقه، التدخلات الخاصه بذوي الاعاقه. الوزاره طبعا معنيه بالملف ده من خلال وحدات كشف مبكر عن الإعاقة. هل تم حصرهم؟ وحاليا بيتم حصرهم، وفي موقع رسمي طبعا من خلال إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي شغالة في مبادرتين،
من خلال اعاقه. اول حاجه موضوع كارت الخدمات المتكامله وده طبعا طبقا للقانون صدر في 2018. الوزاره حاليا بتصدر بطاقات الخدمات المتكامله للاشخاص ذوي الاعاقه. المرحله الاخرى اللي هي مرحله الاطراف الصناعيه، المواطنين محتاجين لاطراف صناعيه. صحيح. تم انشاء منظومه بتسجل عليها المواطنين الراغبين في اطراف صناعيه تمكنهم ان هم يكونوا قادرين على اداء عملهم، وكذلك بتمكن الطالب ان هو يقدر يروح المدرسه او الجامعه اللي هو بينتمي اليها. ممكن اسالك عن ما يتعلق بهذا المحور تحديدا اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، هل الوزاره ليها دور في ان هي تدمجهم اكثر في المجتمع من خلال كمان ان هم يكونوا عندهم وظيفه بنساعدهم في ده؟ يعني التمكين الاقتصادي يشمل ايضا ذوي الاحتياجات الخاصه؟ هو طبعا التمكين الاقتصادي بيشمل الجميع، بيشمل الاسره. احنا انا ذوي الاعاقه تحديدا، ما انا بقول لحضرتك احنا بنشتغل على التمكين الاقتصادي على مستوى الاسره ككل، سواء اسره فيها مراه فيها طفل فيها ذوي اعاقه، كله بنشتغل على المحور ككامل متكامل. ذوي الاعاقه ليهم طبعا وضع كبير الدوله بتوليه لاهميه الملف الخاص بذوي الاعاقه، عشان كده احنا بنتكلم في هم واخدين النصيب الاكبر فيما يخص البرامج على مستوى وزاره التضامن زي برنامج فرصه اللي بيوفر فرص عمل للاسر الفقيره من ضمن المستهدف فيه ذوي الاعاقه، فبالتالي هي واخدين المحور الرئيسي للتدخلات من خلال ذوي الاعاقه. الوزاره لما فكرت كمان في توفير اطراف صناعيه تحت رعايه طبعا السيد الرئيس بهدف ان احنا نقدر نمكن ذوي الاعاقه ان هم يكونوا قادرين على سد الاحتياجات في سوق العمل، لان انا لازم امكن له البيئه اللي تقدر تنجحه ان هو يقدر يمارس عمله. فاضل لنا محور. المحور الاخير اللي هو خاص بالتوعيه، وده طبعا محور مهم جدا من احد المحاور اللي وزاره التضامن بتشتغل عليها اللي هو خاص ببناء شخصيه الانسان المصري. عندنا محور التوعيه ده من ضمن المحاور الرئيسيه الكبيره اللي بنشتغل عليه. احنا عندنا برنامج وعي احد البرامج اللي تم دمجها في مبادره حياه كريمه، بننفذ الرسائل الخاصه ببرامج وعي 12 رساله، كذلك بننفذ مع الرائدات المجتمعيات والريفيات اللي في المحافظات. معالي الوزيره وجهت بتكليف اكثر من 20,000 رائده اجتماعيه بيتم تدريبهم حتى يتم توصيل الرسائل الهامه للاسر المصريه، ومركزين جدا على المراه في الريف. طيب احنا كده اتكلمنا عن الخمس محاور اللي هي تدخلات وزارة التضامن، تقريبا ده هيكلف الوزارة قد ايه كل هذه المشاريع بكل يعني هذه التدخلات بكل هذه المساعدات؟ الوزارة عاملة ميزانية حوالي 6 مليار جنيه لكل التدخلات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي. احنا طبعا تدخلاتنا بتبان اثارها عديد منها على مستوى فترة زمنية بعيدة شوية، لان احنا بنتكلم في بناء شخصية مواطن مصري وبناء شخصية الأسرة، فبالتالي التدخلات بتحتاج شغل كتير وبتحتاج متابعة. طب هل هذه التدخلات بتستدعي ايضا وجود تكامل وتعاون ما بين وزارات تانية؟ بكل تأكيد كل شغلنا يعني المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة بتضم 20 وزارة بتتم بالتنسيق تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، فبالتالي كل الوزارات بتتكامل وبتقدم خدماتها، ما فيش وزارة بتقدم خدماتها دون التعاون مع وزارات أخرى. حتى مع هذه التدخلات حتى مع هذه التدخلات الخاصة بالتضامن وزارة التضامن. الوزارة نفذت حتى الآن من المحاور اللي احنا ذكرناها حتى الآن على الأرض، ايه الانجازات؟ ايه الجهود؟ ايه اللي تم؟ هو طبعا احنا كل تدخلاتنا شريك معانا كمان غير الحكومه مؤسسات المجتمع الاهلي. صحيح. باعتبارها شريك رئيسي لوزاره التضامن الاجتماعي بتشتغل معانا، لان هي موجوده على مستوى احنا معانا اكثر من 50 جمعيه شريكه في المبادره، واكثر من 2000 جمعيه قاعديه موجوده في المحافظات. احنا حاليا بدانا فيما يخص الحصر، انتهينا من الحصر. فيما يخص تطوير الاسره المصريه انتهينا من 130 حضانه حتى الان من بنائها واعاده تطويرها ضمن المبادره. انتهينا من خدمات المتعلقه بتقديم وسائل او الرسائل الخاصه بالتوعيه المجتمعيه في العديد من المحافظات وفي القرى المستهدفه. اشتغلنا من خلال برنامج فرصه في تحقيق العديد من المشروعات، وفي كمان مبادرات بتتم مع مؤسسات العمل الآلي لتقديم مشروعات صغيرة ومتوسطة للكرة المستهدفة في كرة حياة كريمة. طيب مشاهدينا احنا معانا هذا الخبر العاجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لعقد قمة ثلاثية
مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية. إذن مشاهدينا مرة تانية هذا الخبر العاجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية. وبالطبع سوف نوفيكم بمزيد من التفاصيل حول هذه القمة الهامة، القمة الثلاثية التي تجمع طبعا الأطراف الثلاثة. مرة تانية نرجع لي دكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون المجتمع المدني. عايزة أتكلم عن نقطة بقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن الدولة كمان مهتمة بهذه النقطة لأنه مش بس هنوفر فرص عمل لعدد كبير جدا من المواطنين، ولكن في نفس الوقت الاقتصاد بندعم الاقتصاد. حياة كريمة دورها إيه في توفير هذه المشاريع؟ زي ما قلت لحضرتك واهم المشاريع كمان اللي احنا محتاجينها في الوقت الحالي. ده محور رئيسي وزاره التضامن الاجتماعي من ضمن تدخلاتها الرئيسيه اللي هو توفير المشروعات الصغيره والمتوسطه. طبعا الوزاره كانت شغاله من خلال برنامج فرصه، احد البرامج اللي وزاره التضامن الاجتماعي اطلقتها بهدف تشغيل الاسر الفقيره حتى يتمكنوا من رفع مؤشرات الحمايه الخاصه بيهم. البرنامج ده بيتنفذ في المحافظات المستهدفه من حياه كريمه، برنامج بيضم العديد من المشروعات سواء تدريب الاول وتاهيل الاسر الراغبه في الحصول على مشروعات صغيره ومتوسطه من خلال العديد من المراكز التدريبيه اللي الوزاره تم تخصيصها لتدريب الاسر على مستوى كافه محافظات الجمهوريه. بيالي مرحله التدريب مرحله توفير المشروعات طبعا بالشراكه مع جمعيات الاهليه وبالشراكه مع شركائنا في القطاع الخاص ضمن المسؤوليه المجتمعيه. بالهدف طبعا احنا بنشوف طبيعه كل قريه ايه، المشروعات الاول بنعمل دراسه للقريه، ايه المشروعات اللي ممكن نستهدفها داخل القريه اللي تتفق مع طبيعه السكانيه للسكان القريه، فبالتالي المشروعات متنوعه ما بين مشروعات خاصه حيوانيه او مشروعات زراعيه، كذلك في مشروعات خاصه بالروائح في بعض القرى، مشروعات خاصه منتجات الزهور، مشروعات خاصه بالسجاد، مشروعات متعلقة بالأسماك والثروة السمكية في العديد حسب طبيعة كل قرية. يعني طبعا دي مشاريع مهمة جدا، وفي نفس الوقت أنا يعني وزارة التضامن مهتمية بالمشاريع اللي هي يدوية أكتر، اللي بتحافظ على تراثنا بشكل عام. لأي مدى الوزارة مهتمية بهذه المشاريع على مستوى الجمهورية، ويعني وأهميتها، أهمية الحفاظ على هذا التراث؟ طبعا حتى نتمكن ان احنا نقدر نروج لأهمية المشروعات التراثية والحرفية اللي الوزارة طبعا معنية بالملف ده، معالي الوزيرة في معارض كمان بكل تأكيد معارض. عشان انا اقدر احفز الناس انها تبدا تشتغل وتبدا تنتج لازم اوفر له فرصة للاستثمار وفرصة لتسويق منتجاته اللي بتتم خلال المعارض. المعارض ديارنا اللي بيتم اطلاقها، احنا مؤخرا كان في معرض ديارنا في الساحل الشمالي لقى اقبال عديد من المواطنين، وكان في عديد من المنتجات في مارينا في الساحل في الساحل الشمالي في مارينا طبعا قعد لمده شهر وشغال اسعار تنافسيه وطبعا اسعار يعني جيده جدا. الحاجه الثانيه اهم حاجه المنتج وكفاءته ونقدر نلبي رغبه المواطنين في كل منطقه ممكن فيها المعرض. عايزين بقى هذه المنتجات يعني يتم ترويجها خارج مصر، يكون في يعني هو بالفعل معالي الوزيره وجهت ان احنا نبدا ننشئ معارض في العديد من الدول العربيه والدول الافريقيه خلال الفتره القادمه، نسوق الدول الاوروبيه، نسوق طبعا ظروف كورونا حرمتنا من تنفيذ المقترح ده في فترات كبيره يعني فترات زمنيه كبيره، ولكن ان شاء الله مع تحسن الاوضاع هنبدا نطلق معارضنا في العديد من الدول الاوروبيه والدول العربيه والافريقيه خلال الفتره القادمه. دكتور ايمن انتوا بتشتغلوا على الارض يعني زي باقي الوزارات، وزاره التضامن كمان تحديدا شغاله على الارض، الناس بقى قد ايه سعيده ومبسوطه بحياه كريمه؟ وبكل تاكيد الناس سعيده باي تدخل بيتم مع الاسر المصريه. طبعا الناس لما شافت النهارده هل بنسمعهم مثلا بنشوف طلباتهم، القريه محتاجه ايه، المكان
ايه اللي ناقصه؟ احنا زي ما قلت لحضرتك في اكتر من 3000 باحث تم تكليفهم بحصر الاحتياجات الاسر وحصر الاسر وحصر وتسجيل الاسر المستهدفه، بنحصر الاحتياجات اللي موجوده جوه قريه. طبعا العمل ده عمل جماعي مع جميع الوزارات، لان تم اختيار الاسر دي على اعتبار هي الاسر الاولى بالتدخلات السريعه الخاصه بحياه كريمه. عشان كده بنتكلم المرحله الاولى فيها 1413 قريه، فبالتالي من داخل القرى دي بنستهدف الاسر اللي هي الفقيره اللي هي اولى بالرعايه واولى بالتدخل المباشر والسريع من الحكومه المصريه. المواطن طبعا حس بشعر، احنا بنتكلم في تكلفه المنزل بيزيد عن 200,000 جنيه، يعني انت بتوفري للاسره صرف صحي كهرباء، ده غير خدمات الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والانترنت، كل ده دي شبكه وبنيه اساسيه بتتم تدخلات داخل القرى، ولكن تكلفه بناء المنزل لوحده بيتخطى ال 200,000 جنيه. فانت بتدعمي اسره ب 200,000 جنيه، ده طبعا يعني ما فيش دوله في العالم بتدعم اسر بالمبالغ دي كلها، وفي فيش دول في العالم بتتدخل لبناء منازل وتاسيس. وطبعا شبكات الطرق او شبكات الصرف الصحي طبعا ده عادي، ده مش مشكله، يعني في دول عديده ممكن تنفذها، ولكن احنا بنتكلم في حاجه هامه جدا، تحسين جوده الحياه بكل تاكيد. وبعدين بنشتغل على المحورين، محور البنيه التحتيه ومحور السكن. الانسان لما يبقى في سكن كريم تبقى حتى الامور الخاصه بحياته ونقول الانتماء اكتر للوطن بيبقى موجود، فبالتالي تقدري تشجعيني يخش في سوق العمل، تقدري تشجعيني لما تقولوا له التعليم مهم، تقدري تشجعيه بخدمات صحيه، تقدري تحسني وضعه الصحي والتعليمي خلاف وضعه المعيشي اللي كان فيه. فده طبعا جميع التدخلات اللي بيحتاجها الانسان بتتم داخل المبادره. في صعوبات بقى بتواجهكم في تنفيذ هذه المحاور او تدخلات وزاره التضامن بشكل عام؟ هو طبعا اي صعوبات بيتم تذليلها، لان احنا بنتكلم في مبادره رئاسيه في متابعه شبه يعني يوميه من رئاسه الجمهوريه، ومتابعه من السيد رئيس مجلس الوزراء بصفه يوميه للملف، ومتابعه كل وزاره على فكره معنيه بملف، وفي لجان متخصصه بتضم العديد من الوزارات. يعني احنا لجنه التدخلات الاجتماعيه معانا وزارات شريكه عديده بتساهم معانا وبتساعدنا فيما يخص تدخلاتنا حتى نتكامل لتقديم افضل خدمه للمواطن. اهميه وجود القطاع الخاص ايه؟ المجتمع المدني ايضا. احنا طبعا المجتمع، احنا طبعا بحكم ان احنا وزاره التضامن المسؤولين عن الجمعيات الاهليه، هي الجمعيات الاهليه شريكه معانا في كل تدخلاتنا الخاصه بوزاره التضامن، سواء من خلال المبادره او من حتى في الكرة بخلاف المبادرة. الجمعيات الأهلية شريك معانا على مدار السنوات الماضية والحالية كمان، ولو بنتكلم على قانون الجمعيات اللي صدر في 2019 فكرته اتبنت على الشراكة والتعاون ما بين مؤسسات العمل الأهلي وما بين الدولة، فبالتالي دور الجمعيات مهم جدا. الجمعيات النهاردة أكثر من 250,000 جمعية على مستوى جمهورية مصر العربية منتشرين في 27 محافظة، وهم أكتر التصاقا وأكتر علاقة أكبر بالمواطن المصري بالمواطن في الكرة وفي النجوع الجمعيات موجودة. فعشان كده احنا من ضمن المستهدفات اللي احنا شغالين عليها كوزارة التضامن ان احنا نرفع كفاءة الجمعيات الأهلية اللي موجودة في الكرة وننمي قدراتها حتى تقدر تأدي خدمات أكتر للمواطنين. طيب نتكلم بقى يعني في نهاية الفقرة عن الخطة المستقبلية، ايه اللي انتوا حاطينه على المدى القريب والبعيد فيما يخص التدخلات، نقاط التدخلات الوزارة والنقاط طبعا فيما يخص الأولويات اللي هتتم الفترة. زي ما قلت حاجة، احنا عندنا 5 تدخلات أولوياتنا تنفيذها الفترة الجاية. الفترة الجاية احنا عندنا فترة زمنية في المرحلة الأولى هتنتهي في 30/6/2022، فبالتالي احنا بنسابق الزمن لإنهاء التدخلات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي. المواطن هيلاقي الفترة الجاية في الكورة، هيلاقي لما ننتهي من الإنشاءات الخاصة بمجمع الخدمات اللي هيتقدم فيه خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومراكز التأهيل اللي هيتم إنشائها الخاصة بذوي الإعاقة أو وحدة الكشف المبكر عن الإعاقة، القوافل اللي احنا سعينا حاليا ونسقنا ما بيننا وما بين الجامعات الأهلية وما بين وزارة الصحة لإطلاقها لتوفير خدمات طبية وصحية للمواطنين في القرى المصرية، دي مستهدفينها خلال الفترة القادمة ان احنا نكثف من القوافل الطبية. طبعا بخلاف العديد من البرامج التوعية، احنا كمان
شغالين على محورين مهمين جدا، على محور حياه كريمه فيما يخص التوعيه وتقديم خدمات وتدخلات، شغالين على محور مهم تاني اخر اللي هو تقديم التوعيه ورفع الوعي للمواطنين في المناطق بديله العشوائيات، المناطق اللي سياده الرئيس وجه لنقل فيها المواطنين من العشوائيات الى مناطق حضريه جديده بديله العشوائيات، شغالين على المحور ده من بكافه تدخلاتنا الخاصه برفع الوعي للمواطن المصري. احنا بنتكلم مش نقله بس فيما يخص السكن او فيما يخص التطوير المكاني اللي هو اللي اصبح فيه، لكن كمان بنتكلم في تحسين شخصيته ومده بخبرات ومده بسلوكيات افضل للتعامل مع الوضع الجديد يعني. فاحنا شغالين على المحورين دول خلال الفتره القادمه. انا بشكر حضرتك على كل هذه الجهود وبالتوفيق ان شاء الله. هذا المشروع بيعتبر من اهم المشاريع على كافه المستويات الحقيقه. دكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون المجتمع المدني، شكرا لحضرتك على وجودك معنا. مشاهدينا هنروح لفاصل وهنكمل من بعده باقي فقرات هذا الصباح.